المرأة هي نصف المجتمع. أنا عم بشتغل لحتى أحسن مستوى معيشتي. هي عم بتربي جيل. فبدنا نحاول أنا وجوزي بدنا نحاول إنه نوازن حياتنا. والحقيقة نحن عانينا كثير بهالأوضاع، كانت المعاناة أكثر شيء للمرأة من حركة النزوح، بالنسبة للنزوح، بالنسبة للعيش بالخيام، بالنسبة لتأمين متطلبات أولادها. طبعاً المسؤوليات المادية زادت كثير عن قبل. وضعي نحن وضعنا ما كان زيادة بالبيت. بدي أحاول أنا كمان بدي أمن لها مستقبلها لبنتي، بدي أحاول أنا أعيش بمستوى معيشة أفضل من اللي هلأ أنا عايشة فيه. وبالنسبة لزوجي هو كان يعني الداعم والمساعد لي أكثر بالأوضاع، وهو يعني عم بيحاول إنه يساعدني قدر الإمكان إنه أنا أقوم بهيك مهمة. وطبعا هو في له مهامه كمان بالمنزل، بس العاتق الأكبر هو على المرأة. أنا عم بشتغل لحتى عاون جوزي. يعني هاي زادت معاناة المرأة هسه أكثر من قبل. أنا كنت حب بلدي، حب جو أسرتي، كتير حب جو الأسرة. كتير كانت مشكلة عندي إنه أنا أترك أهلي وأجي على حلب. عندي حاليا 3 أطفال وهلأ توظفنا هوني وعم نساعد بناء المجتمع إن شاء الله.